كما قامت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع عضو التحالف الوطني بتكريم 1000 طبيب بشري في محافظة البحيرة من الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه تقديرا لتفوقهم ومجهوداتهم في المجال الطبي ولسعيهم في تطوير مهاراتهم المختلفة. جاء ذلك في إطار حرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على مساندة المواطن المصري الأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم له من خلال إطلاق مبادرات متنوعة في قطاعات عدة مثل القطاع الطبي والمجتمعي والتوعوي والتثقيفي، ويحرص على تشجيع الأشخاص الذين يسعون إلى تحقيق تقدم في حياتهم.